انا اسمي طلعت احمد رشاد، يعني انا عندي محل في الغردقه في السياحه. انا نازل لان بعد يومين ان شاء الله هكون في السعوديه، فحبيت ان انا اشوف الناس دي بتعمل ايه في ميدان التحرير. لما جيت اتكلم معاهم بالجدال وجادلهم بالتي هي احسن، طلع فيا بعض الشباب كان عايز يمسك فيا ويتخانق معايا. طب انت النهارده يا تقنعني بالعقل واقنعك بالعقل، اما ان انت تاخدها بالعافيه وعايز تفرض رايك عليا، لا، الراي يتفرد بالعقل. بس ابن حضرتك ده ابني. جاي معاك. اسمه احمد. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ صوم طيب؟ طب انت طيب يا عم؟ طيب بس حاجة. فاحنا بنتمنى بس ان الامور تهدى عشان البلد تمشي. احنا ناس شغالين في السياحه في البحر الاحمر، بامانه ربنا ظروفنا صعبه جدا جدا جدا. انا واحد ضمن اللي كانوا في 28 يناير هنا في ميدان التحرير. احنا يعني اللي ربنا قدرنا عليه عملناه. الباقي بقى في ميدان وفي شوارع، بس ما يبقاش تكرار على طول كل جمعه، لا احنا نستنى ونشوف الناس دي هتعمل ايه. كل فتره كده الناس دي هتعمل ايه، وبعد كده هو احنا نتكلم. هو احنا كنا نحلم الراجل ده يتحط في السجن ولا كان حبيب العدل يتحبس؟ فاحنا يعني ايه يا جماعه، من رحم يرحم، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا ان احنا نرحم عشان هو يرحم. بس شكرا. شكرا.